مسار رائع وجميل مع بداية الانطلاق لنبحر في عمق الميدان مباشرة إلى المركز الأول هناك اللي تسيطر مشاهدين الأعزاء شواهين من هجن زعبيل تعود ملكيتها يضمرها راشد بن محمد بن مروشد أحد شبابنا المضمرين الذين نعتز بهم ونفتخر فيهم بالتضمير بينما المركز الثاني وصلت هذه النوعية الفريدة والجميلة اللي هي فريدة وصلت بالنوع الفريد على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير يقودها مضمرا وصلت هملولة في المركز الثالث لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان ويمع بن عتيجة الرميثي في عملية تضميرها قدوم ودخول من الضبي من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير بنكمل ندانا وبنقول المركز الخامس تتدخل فيه كذلك هناك شعار هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الذي قدم لنا وهذه كفاح نعم على المركز الخامس بينما المركز السادس الطيارة اللي وصلت في المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري وسابع المراكز الوصول من الضبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها عبد الله بن طالب بن شريب المري في المركز السابع بينما المركز الثامن المراكز تتواجد فيه في هذه اللحظات هذه وصلت الوثبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير يضمرها والتاسعة اللي هي هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري ودخول المركز العاشر ووصول الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن أحمد بن خريدة في تضميرها هذه العشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعين الكرام في أول نداء بالنسبة للشوط العاشر في أشواط الثنايا في هذا المساء الخاص بالمهجنات العصايل بعد العشر المراكز هناك شعارات وهناك اسماء ترقبوا الشوط في هدوء ولا زالت الست مسافة طويلة تحتاج إلى التأني والتركيز والمتابعة في أمتار هذه المسافة نعود إلى المركز الأول وهناك شواهين تطير هذا الشوط يعني بانطلاقة رائعة من البداية وجميلة تحمل كذلك شعار أحد مؤسسات الأصالة العملاقة الذي سجلت أيضا إنجازات وحروف جميلة في عالم الأصايل مؤسسة هجن زعبيل مع شواهين ويقودها أحد الشباب المضمرين راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد الذي يقدم هذه الشواهين على المركز الأول بينما المركز الثاني تأتي فيه الضبي في المركز الثاني بشعار هجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما المركز الثالث المركز الثالث أيضا من هجن العاصفة اللي سمعه يضمرها كفاح في المركز الثالث من هجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما المركز الرابع تتواجد فيه هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان يضمرها يمعة بن عتيج الرميثي في هذا المنطلق بينما هناك التواجد من الطيارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية تضميرها وهي في المركز الخامس بينما المركز السادس تواجدت في الضبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن طالب بن شريم المري يضمرها والمركز السابع وصلت في هذه اللحظات نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحج الهاجري يتولى عملية تضميرها هناك دخول على المركز التاسع مشاهدينا متابعين الكرام ووصول في هذه اللحظة من قبل الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن عبد الله بن طير العامري يتولى عملية التضميرها والعاشرة في هذه اللحظات شعار هجن الرياسة وهو على ظهر يضمرها أحمد بن مطر بن مايد الخيالي
هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، العشر المراكز الأولى في ندان الثاني على أرضية هذا الميدان بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق والجميل على أرضية ميدان المرموم. نعود إلى المركز الأول اللي في المركز الأول ومسيطرة من البداية. هذه شواهين، هذه شواهين ما شاء الله على هذا الأداء وعلى هذا الانطلاق الجميل والرائع اللي تقدم شواهين من البداية. من البداية هذا جميل وهذا رائع وانطلاق مريع للغاية، جميلة للغاية، تحمل شعار هجن زعبيل يضمرها اللي هو محمد بن ساوى، يضمرها راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد على المركز الأول، وهي مسيطرة شواهين من البداية، مسيطرة شواهين على مقدمة الشوط. تليها في المركز الثاني تاتي الضبي من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير على ثاني المراكز الثنتين ما شاء الله، بدءا باندفاع وباعدا عن البقية. المركز الثالث هناك تاتي في كفاح من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، تحركت 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 اللي هي تحركت غزوة، تحركت غزوة من هجن العاصفة أو من هجن الرياسة عفوا، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يضمر غزوة، وبدأ غزوة الأصالة، غزوة الناموس على المركز الثالث، ولكن شواهين لا زالت مسيطرة مع الكيلو الأخير بدون منافس واليها في الأبطان، وقادت الشوط بدون أي توامر، بدون أي توامر شعاري هجن زعبيل العاصفة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم الذي يقدم هجن زعبيل. وياتي هناك الشاب راشد بن محمد بن مروشد في عملية التضمير، ومع شواهين اللي قادت هذا الشوط من الستار بدون أوامر وبعرضه، وبدت بير الشوط وبدت بانطلاقة رائعة حتى هذه اللحظات، وأيضا نهايتها جميلة ما شاء الله، يدل على انطلاقتها واصلتها وتحديها الرائع. غزوة في المركز الثاني، غزوة بدأت تتحرك من هجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقودها في التضمير، ولكن شواهين، شواهين طارت، مجموعة شواهين دمى شاهينية تتجسد في شرايينها بدون أي توامر، ظاخر طاقتها بن مروشد للسباقات القادمة، وهي تستاهل على هذا الأداء وتستحق الحشمة والمحافظة والمتابعة. يا سلام، تهانينا لهجن زعبيل، بل تهانينا لمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على فوز شواهين بالمركز الأول وانتزاعها ناموس هذا الشوط. الثانية لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد بدون أي توامر. المركز الثاني غزوة من هجن الرياسة، المركز الثالث وصلت فيه لسمو الشيخ سعيد، لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. والمركز الخامس من هجن العاصفة اللي هي الضبي. هكذا كان هذا الشوط وأثارته وحماسه، ولكن هذه شواهين من قادت هذا الشوط راس وانهت راس بدون أي توامر بأدان جميل ورائع. 9:29 وجزئين من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا للمضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد على هذا التألق الجميل والأداء الرائع. وصلت غزوة في المركز الثاني بالشعار الأحمر، شعار هجن الرياسة، بهذا الانطلاق في توقيت زمني 9:37 9 أجزاء من الثانية. تهانينا وتأهل لهجن الرياسة الثاني موصولة لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي. الشاهينية وصلت في المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم في توقيت زمني 9:38 وجزئين من الثانية، مع مبارك أو سيف بن مبارك بن غويث الكتبي المضمر للمركز الثالث. هكذا كان هذا الشوط. هانينا والناموس. تتواصل الانطلاقات في مساء التحدي، في مساء انطلاقة هجن أصحاب السمو الشيوخ هنا من مسافة 6 كيلومترات الخاصة بالثنايا
القعدان المحليات الأصايل. نبدأ مشاهدينا الكرام مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع شاهين على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد من يقود البداية ويدفع بالصدارة الأولى. أما المركز الثاني ثاني المراكز